يو السلام عليكم خوتي ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم شيري فلوج بيزات. رجعنا لكم في فيديو جديد. فيديو تاع اليوم راني نصور وحدي لان الموضوع يتعلق بي. راح نقول لكم على غادرت الجزائر وشنو هي الصعوبات اللي لقيتها في الغربه. نقول لكم يعني الكثير من الاشياء حول مشواري ايضا اهدافي. واذا كان هذا اول مره راك تشاهد في هذا الفيديو فانا اسمي شريف جزائري صانع محتوى في اليوتيوب وايضا مؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي مثل انستغرام تيك توك والفيسبوك. اذا عجبك هذا الفيديو كن مشترك وجوين ذا فاميلي. دونك اول حاجه لازم تعرفوا خوتي يكون في الجزائر كنت قارئ في الجامعه حصلت على شهاده ليسونس في اللغه الانجليزيه. اول مره درت لي ديمارش كانت في كي كنت نقرا L2 يعني السنه الثانيه درت لي ديمارش تاعي باش نحصل على فيزا ديتود تاشيره الدراسه في فرنسا. لكن العام الاول ما قبلونيش قالوا لي ما عندكش بزاف لي روسيوس ما عندكش بزاف دراهم دونك عطاو لي الروسي في الفيزا. في العام الثالث في هذاك العام اللي جبت لا ليسونس مدوا لي الفيزا وما درتش الغلطه تاع العام الثاني باسكو العام الثالث سلفت دراهم طلعت بيا الكونت وقبلولي. والاسباب الرئيسيه على ذهب الى اوروبا هناك سببين. السبب الاول يتعلق في حلمي والسبب الثاني يتعلق في المعيشه في الجزائر. راح نبدا في السبب الاول. السبب الاول انا حلمي اريد ان اسافر واستكشف الكثير من البلدان كثير من الثقافات وانا اتعرف على الكثير من الشعوب. واذا بقيت في الجزائر يعني للمؤسف ما تقدرش تسافر بزاف باسكو دراهمنا ما يسواش ما عندهمش القيمه. وايضا جواز السفر الجزائري ليس قويا لكي تسافر دونك كان هذا اول سبب. والسبب الثاني يتعلق في المعيشه ان المعيشه في الجزائر غاليه شويه قولوا شهريه تاع 3 ملايين وعندك عائله يعني من الصعب انت عايش بها ما تقدرش تسافر ما تقدرش تدير حاجه. وانا كشخص احب المغامره احب الاستكشاف احب السفر يعني كان هذا اول موتيف على قررت اغادر الجزائر. وما رانيش خاطي نقول لكم بلي الجزائر ما راهيش مليحه ولا راني نهبط قيمه بلدي. على العكس انا احب بلدي احب الجزائر لكن لتحقيق حلمي قررت اغادر بلدي. والغربه ثاني ليست سهله. ما قال لي بابا قال لي الغربه سوا تعطي لك العسل سوا تعطي لك المر. دونك خوتي تقولي زعما اذا رحت الغربه راني ننجح خلاص ولا نحقق كل اهدافي في العام الاول. هذا خوتي كذب. ان الغربه صعيبه صعيبه بزاف. ونصيحتي ايضا للشباب الذين يريدون الذهاب الى فرنسا او اي بلد اوروبي او امريكي او كندا اذا راك حاب تروح هناك باش تبيع دخان ولا دير خدمه بسيطه برك باش تجيب قيس حياتك قاعد في الجزائر خير. على كل حال راح دوكنا نحكي لكم على مشواري. انا اول مره كي رحت فرنسا هبطت في باريس وفي باريس قاعد عند لي كوزان ديالي تحياتي لكم يونس وفريد اذا راكم تشوفوا في هذا الفيديو قاعد عندهم 10 ايام. ومن بعدها هبطت في مارسي وفي مارسي كان عندي مشكل يعني كنت نحوس على لوجمو ولا دار صغيره نكريها ولا لا شومب صح ما لقيتش نكري. لكن الحمد لله تعرفت على واحد صاحبي سكيدي زينو تحياتي ليك زينو تعرفت عليه قبل ما نجي فرنسا وكان ديجا في مارسي. والحمد لله يعني بفضل الله وبفضله ايضا هو استقبل لي في بيته وقعد ايضا طروما عنده. وفي هذيك الفتره تعرفت على ايميلي وكي تعرفت عليها ثاني خوتي اذا ما شفتوش الفيديو هو الفيديو الاول في القناه كيف تعرفت عليها فتاة محترمه وذات اخلاق وايضا يعني لقيت عندها اشياء مستحيلات تلقيها عند جوريه اخرى ولا ويعني قبلت بيا ممشي معايا ما كانش عندي دراهم ما كانش عندي الدار ما كانش عندي والو غير جديد في فرنسا وما قالتش يعني في بالها بلي راه برك معايا باش يدير الكواغوت ولا على بالكم هذوك الامور. الحمد لله تزوجت امرأة فحلة كما نقولوا باللهجة الجزائرية. على كل حال بعد ما تزوجنا وايضا بعد فترة عطولي لاكارت سيجور تاعي بديت نخدم ومانطون ثاني بديت نقرا. بصح في الجامعة كان عندي مشكل يعني كنت في لافاك يعني كنت مديقوتي ما كنتش عندي لا موتيفاسيون باش نقرا كنت غير نخمم على طموحاتي واهدافي. ولهذا السبب خاوتي قررت نحبس لافاك ونكونسونتري غير على البروجي ديالي واهدافي. وبعد ما تركت الجامعة بديت بلي بروجي ديالي
ولازم واش لازم تعرفوا خاوتي، ما رانيش نقول بلي الجامعه ما راهيش مليحه ولا القرايه ما راهيش مليحه، لا بالعكس خاوتي، بفضل الجامعه تعلمت الكثير من اللغات مثل اللغه الالمانيه اللغه الانجليزيه. ونصيحتي للشباب يعني اذا عندكم كاش بروجي ولا كاش هدف في راسكم جو فور ات، حققوه، ما تعسوش بلي تقولوا لازم نروح هكا ولا لازم ندير هكا لازم نجمع دراهم ولا لا. انا كي بديت البروجي ديالي ما كانش عندي ني دراهم ني والو. على كل حال بعد ما تركت الجامعه بديت نكونسونطري في لي ريزو، بديت نبيبلي دي فيديو في اليوتيوب ودي فيديو صغار دي سكتش مع ايميلي، بس كان هدفنا مشترك. دونك بدينا نديرو دي فيديو في تيك توك، دي فيديو في الفيسبوك، ايضا في الانستغرام، بداو يجيو لي لي مارك ولي سبونسور. دونك بديت نخدم في الدار، نخدم في الانترنت، بديت نربح دراهم في مواقع التواصل الاجتماعي. ويعني ما كانش سهل ايضا خوتي، يعني حتى الشهرين اللي فاتوا اللي بديت صح نربح المال في الانترنت، بصح خوتي عندي لا فولونتي وشخص طموح. يعني اذا ما راكش عندك دي زوبجيكتيف وما عندكش طموح باش تنجح جامي تنجح. ولا ننسى ايضا هذا قدر الله، اذا ربي كتب لك تنجح في الغربه تنجح في الغربه، واذا ما كتب لكش تنجح في الغربه ما تنجحش. باسكو خاوتي كما قلت لكم في اول فيديو، الغربه صعيبه صعيبه بزاف. وراح نتكلم شويه على الحراقه. الحراقه باريكزوم خاوتي، هناك فئتين من الحراقه، هناك الفئه اللي تخدم سيريو، فئه الناس فاميليا والناس محترمه، هذوك ينجحوا في الغربه. هناك فئه اخرى خاوتي، فئة اللي ما رايش متربية، اللي راهي نقول عليهم آفات المجتمع، السرقة والمخدرات والشتم وما كانش الاحترام، يعني بسببه ومن أجناس الآخرين هنا في فرنسا عندهم نظرة سيئة على الجزائريين. على كل حال ربي يهديهم. دونك نرجع للسوجي ديالي، حبيت أيضا نوصل رسالة إلى الشباب الذين يريدون الذهاب سواء إلى فرنسا أو أي بلد. يا شباب يا إخواني، إذا رحتوا الغربة ما تنسوش دينكم، والله العظيم خوتي، والله العظيم كي رحت الغربة لقيت صعوبات في البداية ما كذبش عليكم، بصح الحمد لله ربي كان معايا ما خلانيش نتعب كثيرا في الغربة عكس الكثير من الناس. هذا على كل حال قدر الله، بس انا اؤمن بان اذا مسكت بحبل الله ربي جامي يخليك وحدك، ما مسيرك في لاميزار في الغربه، جامي ترك الصلاه تاعك، جامي دير المحرمات، توكل على ربي وان شاء الله ربي ينجح كامل المغتربين في الغربه. وهذا خوتي رانا وصلنا الى نهايه الفيديو، واد اشكر جميع الناس اللي دعموا هذه القناه ويدعموني سواء هنا في اليوتيوب او في المواقع التواصل الاجتماعي، شكرا لكم، شكرا جزيلا. وهذه هي خوتي، اذا عجبكم هذه الحلقه حطوا لنا اللايك، نشروا هذا الفيديو، اذا حبيتوا نتحدث على موضوع قولوا لي في التعليقات، ونلتقي في فيديو جديد ان شاء الله خوتي. هيا خوتي، بيس.